عرفتوا اكيد منو ضيفتنا شهد، وقلت لكم احلى من العسل الوصفه. شهد الياسين يا مرحبا فيك. هلا فيك. احنا سعيدين بتواجدك عبر شاشه تلفزيون الكويت في اطلاله مميزه، ومبارك عليك الشهر وتقبل الله طاعتك، وينعاد عليك يا رب كل سنه بخير وامان واستقرار وعطاء لفنك وفانزاتك اللي منورينا هني. حبيبتي كل سنه وانتم طيبين، ومبارك عليكم الشهر، تقبل الله طاعتكم، واكيد انت اللي منوره يا حبيبتي، وان شاء الله الامه الاسلاميه كلها يدوم عليها الامن والامان يا رب. اللهم امين. كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتك، ومنورتنا في غبقتنا الكويتيه عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، الفنانة القديرة والجميلة حقيقة شهد الياسين. من 99 بلشتي وانت مستمرة من نجاح لنجاح، ما شاء الله. شنو سر هالنجاح؟ انا كل ما يشوفوني يقولوا لي 99، كل ما يشوفوني يقولوا 99، ترى ماني عيوز للحين. سر النجاح شهد؟ توفيق من رب العالمين ومحبة الناس، والحمد لله الله لما يحب انسان يحبب في خلقه بيستمر، والحمد لله يعني في شيء قاعد اقدمه، واحسب الف حساب قبل ما اسوي اي شيء او اختار اي شيء. ما احب اطلع في اي مسلسل بس كتواجد وخلاص، فانتقاءاتي هي اللي خليتني الحمد لله لحد الحين مستمره. الحمد لله. بس شهد خلينا نقول ان انت طلعتي مع كوكبه من النجوم، وتميزتي انك دائما قاعد تاخذين بطولات مطلقه. يعني وايد ناس معاك قاموا يطلعون بطولات جماعيه. انت الوحيده اللي اخترتي لك لاين البطوله المطلقه. مو دائما بس اكثر اعمالك. اكثر اعمالي على حسب القصه اللي تجيني. يعني في اكثر من مسلسل كانت بطوله جماعيه، ويصدف انه يكون اسم المسلسل على اسم شخصيتي اللي انا مقدمتها. فتصدف، مو دائما انا احرص على هالشيء. وفي مسلسلين انا سويتهم بطوله جماعيه مو بطولتي انا بس، اللي هو سعد واخواته، وكان في بعد الحين مسلسل قاعد ينعرض على تلفزيون ابو ظبي لو اني اعرف خاتمتي، بعد بطوله جماعيه. يعني ما حصرت نفسي انا بهالزاويه، ولكن صدفه. بالعكس يعني من ما يحب انه يطلع بطوله مطلقه؟ حلو ان الانسان يطلع بشيء يعني يقدر يشيله، ولكن يعني انا ما طلعت مسلسل بطولتي مطلقه الا انا قادره الحمد لله، والله وفقني فيه ان انا اقدر اشيل المسلسل، فعشان شي استمريت على هالوقت، او انه المخرجين والمنتجين شافوا ان انا يعني كفء حق هذا المكان، فتكررت الحمد لله أكثر من مرة. الحمد لله ما شاء الله، وان شاء الله من تألق لتألق. بس دائما شهد الياسين تختار الادوار يعني الصعبه شوي او المتخصصه، ما تهتم مثلا تقول انا بطلع وانا بمكياجي لازم اكون كشفتي، لا، الدور وين ما يتطلب مني اطلع فيه ما عندي مشكله. صحيح. اول فتره اللي انا طلعت فيها كنت طالعه اساس ممثله. انت تبي تشوف ممثل تبي تقتنع فيه لازم يكون محسسك بالاجواء اللي هي حق شخصيته. قلتها اكثر من مره، غنيه تطلع بملابس فقيره، انزين فقيره تطلع كاشخه 24 ساعه فول ميك اب واللبس وكذا ما يصير. فانا ابتعد عن هالاشياء، ما اعتمد على جمالي على قولتهم، او يعني الحمد لله انا ما اقول ان انا جميله، ولكن قبولي من رب العالمين. والكل يقول لي انت اعتمدتي على ان وجهك او جمالك علشان تطلعين تستمرين؟ لا والله، في وايد يعني لا قاعد تطلعين مره شكل لك لك دور بعد كنا وجهك في او كذي محروقه او شيء كذي، بسم الله عليك. يعني هذه مشت علي سنتين ينادوني العوره. زين ما حسيتي ان هذا الدور شاهد امانه كان ممكن صعب على بنيه، وخصوصا في بدايه مشوارها، ان الناس يعني تبي تبين جمالها بهالعمر، تاخذ ادوار اللي تحس انه الادوار هذه ااجلها فيما بعد في اللي تخدم وضعي الدرامي. هذه المسلسل هي اللي خلتني اخذ البطوله المطلقه في المسلسلات. ما بقول ان انا جبت الدور، ولكن الناس صدقت وحست فيني. انت لما تشوفين انسان جميل بس في شيء مخرب في وجهه فتقول حرام هذا الشيء هو اللي مخرب عليه ولا هو جميل؟ فهي كانت عينها اجمل شيء عندها اعطتها حق ولدها. فلما انا اطلع بهالصوره هذه ما حد يتوقعها، فانت مو معناته ان طالعه تثبتين ان انت بنت وتبي تطلعين تكشفين وتحطين وتسوين، لا، فنانه قاعد تقدمين دور شخصيه. اهم شيء كان عندي ان الناس تتقبلني في مراحل العمر، لان كنت من عمر 16 لين 42 سنه. لازم تقنعين المشاهد انه وصلتي 42 سنه. بالضبط. فكان في عندي مشكله المايكير مالنا، وجه له تحيه ياسر سيف. قاعدين على المكياج؟ لا
لا ما كنت اطول، بس اخر حلقه اللي كانوا مكبريني لما يعني صرت عيوز، ولكن الايام الاولى لا ما كنت اتعب وايد، لان مكياج اللي هو البسيط الالوان القامجه حق التجاعيد والخطوط، بس الحمد لله يعني حلو خذيت في مكانه يعني احمد ربي عليها، ولحد الحين الناس كلها تتكلم. ما شاء الله حصة دائما يعني الفنانه شهد ياسين تتميز بادوار جميله ولطيفه وحلوه، هالسنه يقولون شريره، فشهد الشريره انت. هي كانت تقول لي هالسنه انا مسوي شيء جديد، بعد ما توقعت انه ممكن تكون شريره. انت شفتيني شريره؟ أمانة للحين ما شفت إنك شريرة. شخصية مبهمة لحد الحين، لا هي شريرة، لا هي طيبة، لا هي خبيثة، لا هي تحب الفلوس. أي يعني الشخصية قامضة للحين. لحد الحين. المفاجآت اللي جاية. العوامل اللي قاعدة تيجي قاعد تعطي إيحاءات إنك لازم تصيرين شريرة، يعني قاعد تهيئين الناس إنه لا راح أصير شريرة. أنا أقول حقكم حق المشاهدين هذا المسلسل أنا مساحتي فيه بسيطة مو كبيرة. واشتغلت هالمسلسل لان الاستاذ احمد المقلى وجه له تحيه اصر بالاسم، ابي شاهد حق هالدور، هذا الانسان هو اللي اختارني وفرضني على الكل بظل الياسمين دور الام العوره. حلو. فهذا شنو؟ هذا معناته ان الدور انه واثق بامكانيه الممثل اللي يقدر يوصل الدور. فأمانة هو اختارك يمكن على هالدور، قال إن شاهد هي أكثر قدرة على توصيل هذا الدور. يعني أنا كنت موقع عقد حصري مع شركة ثانية حصري، بس للأسف النص ما خلص، كان كاتبنا وجه له تحية عبد المحسن رضان، كان قاعد يكتب لي مسلسل اسمه ملاك الرحمة، بس للأسف صارت له ظروف وما قدر يكمله. فالجماعة وايد يعزون على المنتج، بعد أوجه له تحية الأستاذ عمر الصباح، فقالوا له نحتاجه في هذا الدور بالذات. هذا الدور فيه مفاجآت ما حد يتوقعها، وعمري ما خذيت كذي شخصية. صراحة احنا شفنا مقاطع مع بعض مع الجمهور، غششينا بشيء، غششينا ايه حق المشاهد، اكو شر جدا. انا اقول يعني تابعوا لي، يعني اللي لازم تحرصون عليها حلقة 26 27. يعني لاخر لحظة لا شوفي من حلقة 19 تبتدي الدنيا تنقلب عندي في المسلسل، تنقلب فوق تحت. قولي شنو شيء شوقتينا يعني غريب. انا ما اتحمس ان انا اخذ دور وافرط بوايد امور، يعني ما انزل على المكان اللي انا متعوده عليها الا علشان شيء بيغير لي وايد امور. يمكن انا احب اقول نقطه، شاهد صراع المنتجين على مثلا تميز شهد، ساعات في منتج يقول لك لا انا ابيك وانت التزمتي معي، ساعات يقول لك فلان لا انا ابيك انت حق هالدور، انا انت هني تكونين في حيره من امرك، هل هذا الموضوع ممكن يخلي شهد الياسين تجامل في بعض اختياراتها؟ حصه تعرفني انا جامل؟ يعني امانه انت ما تجاملين، بس في احيانا مثل ما تقولين ثقه الانسان اللي قدامك فيك تخليك انك انت ما تبين تردينه، او ما يعني من معزتكم البعض يخليك ما تبين تردينه. في مسلسل خذيته مجامله اي بس ما نزل من قدر الحمد لله، بس كان غياب طويل حق الناس ما شافتني على قناه ام بي سي، فطلعت فيه، هو مسلسل سعد واخواته. حلو. من زمان ما طلع. خلينا نسال السؤال، يعني جد هو بالنهايه الفنان شنو يبي؟ يبي الفائده او الوصول للمشاهد والفائده الماديه، خلينا نكون صريحين. انا ادور الاثنين، اهم شيء عندي ما انزل. انت فيك ميزه من قدري ولا من اجري، تختارين وتنقين، حتى يعني مو ضروري تطلعين مثل بعض الناس كذا عمل وكذي، انت لا ما شاء الله تنتقين الادوار الحلوه. صدق وتامن بالله، لا يا حبيبي، رمضان هذا قبله 6 مسلسلات انعرضوا علي من المنتج نفسه، ولاني انا قاعد اختار ما رضيت، يعني مو قصورا فيهم بس انا ما حسيت نفسي فيه. كل المسلسلات اللي احيت 3-4 قاعد تنعرض، شاهد مقطع بس فيه. خلونا نشوف مشاهد من لو اني اعرف خاتمتي ونرجع نكمل حوارنا معك. ما شاء الله، يمكن انا بتكلم عن نقطه وايد مميزه. شاهد يعني اللي يعرف شاهد يعرف على مدى العطاءات الفنيه مبدعه في كل، الا اني اول مره اسمع صوت شاهد كذي. مو صوتك اصلا، مو صوتك ايه،
واحدة ثانية تحجب. ولايق علي ان انا مؤدبة وصوتي واطي. لازم نبرة النشاز متعودين عليها الناس. انزين ورا هالنبرة شنو؟ تحايل؟ شطانة؟ اي وتقول لا جين باين عليك جنتن مال وكذي. كل شيء غامض وراها. يعني انا ماخذة شخصية بسم الله علي يعني ان انا اكون مثلها بس شخصية الحية اللي تتلون على اكثر من لون. شنو غايتها الحية؟ شنو وراها؟ ما تدري. احنا مو امانه هذه الاشياء بطبيعتنا احنا كبشر، يعني اذا نبي نساح لحد نبره صوتنا تنزل، اذا تبي تحاكي احد بحده نبره صوتك تصعد، اذا تبي تحكى سيريس وجد هم نبره صوتك تختلف. فهذا التلون بنبره الصوت باي بشر اي، بس انت يعني اول مره تسوينها في عمل درامي مشوار 15 سنه. اي هو وكان مسلسل دروازة، بس هذاك غير تماما عن هذا. هذاك هدوء اي، بس هم كانت طبقة الصوت واطية، بس كانت هناك طيبة جدا زيادة على اللزوم. هني نقيض، وفرصة حلوة ان بعد 15 سنة ممكن ان انا شوية اكسر في الموضوع، لان الناس تعودوا يمشون وما يشوفون قدامهم، يسمعون صوتي من وراء شهد الياسين عرفناش من صوتك. صح. فحلو ان انا مغيرة بالصوت، غيرة في كاركتري، الشكل، طريقة الميك اب واللبس والشعر، ونفس الوقت تركيبة الشخصية شوية غريبة. بس شهد سؤال، بس يعني التلون بالادوار هذا مثلا الناس حبوك في لون واحد، انت قاعد تلونين ما بين كذا شخصية في كذا عمل، ما تخافين ان تكسرين الناس او ما يتقبلونك بهالدور؟ ما جازف. ها؟ ما جازف. احسب الف حساب قبل لا اخذ اي دور. ناس وايد قالوا لي احنا نحبش طيبة، لا تطلعين شريرة نكرهك. طلعت شريرة من قبل، كرهوني، كانوا يتصلون علي يسفلون فيني. حلو. الحمد لله النص الثاني من المسلسل ردوا مرة ثانية وحبوني. حلو. وهذا المسلسل أنا بجازفة فيه، بس لأن في أشياء تشفع لي، هي المفاجأة اللي في المسلسل تشفع لي جدا عند الناس، لأن لحد الحين شخصيتي توها في مفاجآت لي قدام. أقعد أقول إن هي 26 و 27 حلقة 26 و 27 هي كل يوم في تطور في مرحلتي الشخصية. أي بس هي شنو استعراض الشخصيات الحين حاليا، بعدين كل واحد يبتدي خطه، يبتدي خطي انا شنو فيه. حلو حلو. حصه وياي زميلنا عبد الله يحيى قاعد يصور. عبد الله تعال دش حياك. هلا حياك عبد الله. اي جاي لك هني شيء اليوم غدير ما شاء الله. هو بخير مشكور عبد الله. زميلنا عبد الله اليوم قاعد يصور ب 360 مسابقات دائما واسئله عنده. حياك الله عبد الله. زين قول لنا علشان ني شارك. لازم معي 50 دينار كل يوم نوزعها اكيد. اليوم كان وياي 300 جواز. بس تعرفون الاجابه على اسئلتنا ولا لا؟ كل يوم منطقه من مناطق الكويت، ذاك يوم اتابعكم تقولون خيطان لانها في خيط وخيط وخيطان. شنو طلع اخر شيء؟ ما ادري. في شخصيه اسمها خيطان العتيبي كويتيه قديمه. خيطان العتيبي. زين اليوم اليوم وين؟ اليوم وين؟ اليوم الاحمدي شهد. شو معلومات زين؟ خلنا انا اعطيك سؤال ثاني. شوف انا كل متسابق اقول له انت من سكان اي منطقه. اوكي شاهد تقول لي من سكان اي منطقه ولا لا؟ اي انا اقول عادي. يلا قول لي. انا من سكان بفطيره. بعد ما يناها بفطيره. لا حلو. الجميل دائما الجميل دائما زميلنا عبد الله يحيى يعطينا اسئله ويوهقنا، نبيش انت تسالينا توهقينا. بفطيره شنو كان اسمها قبل؟ الله في 50 دينار ولا بس؟ لا انت تعطيني 50 دينار، انت تجاوب بس تعطيني 50. شوف يمكن بفطيره لان الفنطاس يمها او الفنيطيس شيء كذي. شوفوا مني في اختيارات. في اختيارات؟ قاعدين يقولوا لي في اختيارات ولا لا؟ اكيد سالتي لان ما ابي اقول لك. خلاص ما نبي اسم بفطيره. ثلاث مناطق حوالينها. يلا عطنا. يلا قط شنو؟ قط الاجابه على بنا ما يدري. خلاص الفنطاس والفنيطيس. اوكي. المهبوله يمكن. المسيله. المسيله يمها صح؟ حتى منطقه جديده المسايل. عطها 50 دينار. المسايل وبالحصاني عطها 50 دينار. انا عطني 300 دينار. يلا ما عندي راحه. واليوم اليوم عندنا يمكن غير ال 50 دينار قاعد اشوف الشغلات الحلوه هذه اللي موجوده هني. اي في مقدمين لك شيء. في كاكاو جايله. عشان كذي انا اذا المخرج السعودي يسمح لي اقوم اشوف الكرت. تفضل يلا. خلنا ناخذ الكرت. ترى راح اخذهم معي وانا ماشيه. ها؟ يلا تستاهلين اكيد تستاهل ياسين. شوفوا احلى جمهور، جمهور الفنان عبد السلام الزايد اللي كان ويانا يمكن قبل كم يوم. لاحظتوا تباعد الناس بالانستغرام؟ اي ما شاء الله. اي ما شاء الله. فنخلي هذا الكرت، بخلي واحد بيتشهد. شهد انت تقرا الكرت، واحد بيدك حصه. يلا انا بعطي محمد. ايش عندك؟ انت طبعا
شودي الكويت ليان الزايد تقول كل الشكر لكم على استضافة الفنان عبد السلام الزايد ولكم منه كل الحب والتقدير وبرنامجكم روعة. تحية لك يا ليان الزايد. لا بس لا حقيقة طبعا احنا ما نحسدك لأن جاي لك الكاو احنا خطيين عندي مشكلة في الخطيب تعود على الطباعة النصوص بس في جملة ما أدري هي بدلية هي صج قولي وياك شنو هذه؟ قوليها من الأول وياك خلني أقراها كلمة شكر قليلة بحقك يا مذيعنا الوافي ربي يحميك ويسعدك قد ما شنو؟ قد ما أسعدنا قد ما أسعدنا وتستاهل الأكثر وكل خير شكراً شنو؟ وقوفك مع عبد السلام وقوفك مع عبد السلام الزايد شودي الكويت والأيان الزايد يعني أوجه لهم أحلى تحية أكيد هم قاعد يتابعونا أنا آسفة ما أعرف أقرأها خطيئة لا تمونين أكيد شاهد هم جمهور الفنانة شاهد الياسين بالإنستغرام ما شاء الله اي جمهورها ومنورين هني ما شاء الله جايين ترى يمكن قبل ساعه احبكم وايد 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 شكرا شكرا على كل اللي تسوونه عشاني تكلمتوا عن هالموضوع الانستغرام لان للحين ضايق خلقها لان كان باقي كان ولا خلاص خلاص طلعتي منها لا وين صار لي كم شهر لحد الحين انا ادور الفولورز مالوتي اللي ضايعين للحين تدورينهم المفروض ما يدورونك وانت تستاهلين لان ما شاء الله فانزاتي وايد فكلهم يحطون نفس اسمي في الانستغرام فما يعرفون انا اي وحده أمانة بس ما حسيتي إن الناس إن أنت يسوي يعني الواحد هو اللي يسوي هذه الحسابات مو الحسابات هذه هي اللي تسوي صحيح. يعني أنت قدرت تردين وجودك يعني يمكن تأثرتي بهالشيء بس ما كسرت شهد وظلتي سويتي أكاونت ثاني والأكاونت نجح فالواحد ما يوقف عند خط ويقول هذه نهايتي الأكاونت اللي فات كان فيه لحظات وايد حلوة بالنسبة لي كان فيها اشياء لايف كنت اصورها وانزلها مو موجوده عندي انا في الميموري مخزنه فاحتاج ان انا بفتره فتره اشوف اكاونتي اشوف الاشياء اللي نزلتين البومك البوم ذكرياتي فكلها راحت ونص الاشياء اللي كانت موجوده ما عندي اياها افتقدها ومراحل من عمري يعني فحرام انها تروح كذي بلحظه وما انا ما اقدر يعني اوثقها في شيء خاص لي ملكي كشاهد لان انا كنت اتابعها بالانستغرام اكثر الاكاونت اللي فات كان فيه سفراتها حاطه هم اكثر من فيديو هذا اكثر موضوع يمكن مضايق شاهد صح لان بعد باكر بتسافر ترى ما شاء الله عليها يعني شاهد ياسين معروفه بالوسط الفني من اكثر الفنانات اللي تحب يعني ما شاء الله السفر لا تباطش بالشغل لا اتعب نفسيا اذا وايد طولت في ديره واحده ما اعرف ليش من رب العالمين كذي اتضايق انا اذكر يمكن كم مره التقي فيك بالمطارات يعني كل سفراتها ترى 4 ايام 5 ايام اسبوع بس هالمرة 25 يوم على وين؟ دبي دار الحي اي والله تستاهل مو 25 يوم تستاهل 25 سنة دبي نصف ديرتنا ونص عند الربع اكيد ما يحتاج صديقاتنا هناك ما يقصرون يمعات والخيم الرمضانية وفي ناس يستاهلون والله ان احنا نزورهم غبقاتهم في رمضان اكيد احنا مستمتعين بالحديث خصوصا اليوم زميلنا ما شاء الله مشرفنا عبد الله يحيى ولا ما يعطي وجه ويال فلوس ويروح يصور برا ما يرضى عبد الله يحيى ترى الكاكاو هذا يعني لك فمنات حق كل ستاف مو تاخذه بروحك شلون تسمع الكاكاو تحب الكاكاو انا لا كلش ما احب الكاكاو يعني ايش رايك يعني برمضان وكاكاو اذا ما خذيته ونحشت بعد شوي بس حصه يعني اغلب المشاهدين قاعد يقولون ما شاء الله حصه ضعفانه ومنوغة تنزل لك لا والله يا ريت الله يسمع منك استانست حصة اسمع انا ضعفانة انت ضعفانة بعد صدق والله شهد ونستيني وايد الله يسمع منكم ان شاء الله لان انا برمضان دائما يعني انسى الرجيم ما اقدر اسوي كنترول واللي يعني يقول لي مثلا اقول لهم هذا حال الجميع يعني لا انا محافظة الحمد لله بس الفطور الحمد لله لان ما في مجال ان انا احضر حق شهد انت وايد ضعفانة لان وايد متنت الحين انتوا قاعد تنسون بعض انا عندي اروح امشي يعني نروح ناكل حلو احنا دام ناخذ ناخذ ضقين سويتان سوار سويت سوار حلوهم خيالي خلنا نهضم الفطور عشان افكر انه في مكان ولا لا الله يعطيك الصحه والعافيه الله يسلمك احنا راح نطلع نشوف الاحمدي مع مخرجنا وعبد الله يحيى سعيدين بتواجدك مره ثانيه واكيد بروح يكمل تصوير ومعاه الكاش كل يوم تعال 360 مع عبد الله اي صوب قول لي عشان يلا حياك أجواء كانت وايد حلوة بالمسابقة بس إحنا بصراحة هني خذتنا السوالف مع شهد وشهد في خواتك هني خواتي خط أحمر منه أمانة توأم لا مو توأم بس نفس القالب كلنا العائلة كل خواتي كلنا قطعة واحدة كلنا small pieces بتيت إيه لا أمانة وتسحرون مع بعض تطلعين يعني برمضان شنو أجواءك للأسف أكثر شيء في البيت الفترة اللي فاتت
ما في مجال بعد الفطور خلاص قتله وجرحى يا دوبك ها بالغلط غبقه غبقتين وخلاص. والوقت يمشي بسرعه يعني ما يعني تاكلين طالعين لقيت لين الساعه 8:30 9 اي بعد الواحد لما يكون اليوم. قاعد فتره طويله يعني من الساعه 10 مثلا لين الفطور خلاص يكون واصل مهدود حيله يلا يلا بس ياكل النهار نعم. طويل بالضبط الحر طويل والليل علشان تري اي الجو خلينا نحس باليوع وايد خصوصا ان انا اكيله يعني وانت دائما تحسين بالمطبخ كل يوم اقول ماني متفطره باكل بس تمر ولبن واتزهب حق وجبات متقطعه يعني بعده بس للاسف ادش المطبخ واسوي اكله وانام فيها بس حلو. امانه انت ضعفتي شهد قبل رمضان يعني جت لك فترة اللي صدق ضعفت الفترة الأخيرة اللي شفتك يمكن التقيت فيك قلت لك شو اللي سويتي؟ قلت لي بس صكيت حوجي يعني صكيت. لازم أضعف لأني مسافرة كنت بس لما أكون في الديرة معناها صعبة بالسفر الواحد يسوي ريجيم بعد لا شوفي أنا ما أحب أكل المطاعم يعني بين شهر وشهر أتنسى على مطعم أطلع أروح بس لما أكون في الديرة لا مستحيل يعني بالغلط أطلع إذا عزومة غصب رايحة في الكويت لا كله في بيتنا كله طباخ بيت ما اكل من مطعم اذا مسافره لا كله مطاعم بس شنو نفسي ما تحب المطاعم فعشان كذي ما ازيد وزني يتم مثل ما هو بس حلو. بالعيش منو ما يزيد وزني حلو تشريبه والشوربه والكباب تاكلين كل شيء لازم بالعافيه عليك لكن حلو. شهد ما شاء الله قاعد احس والمس من شخصيتك خفه دم حلوه موجوده راح نشوف شهد في دور يعني كوميديان شيء كذي ولا تعودت على دراما تراجيدية؟ قبل كنت أقول مستحيل لو تنقلب الدنيا ما راح أخذ دور كوميدي ماني مستعدة الصراحة إن أنا أخسر أحد من جمهوري ولكن الحين بجرب دمج خفيف تقدرين شهد من زمان أقول لك حبيبي أنت تشوفيني في الحياة بس من وراء الكاميرا أنا ما أعرف كل شيء يطلع معاي لايف فالناس ما يعطيني كلام لايف الحين احنا قاعد نتكلم يعني ردة فعلي طبيعية مو مخططة شنو برد شنو فالنصوص اللي عندنا انا اسفة النصوص اللي تكون موجودة ما اقدر انا اتحكم في الحوار فما اقدر استرسل في الكلام كل شيء يطلع معي عفوي ما تعمده فالحين انا كل شيء قاعد يطلع معي لايف بس لما امثل المسلسل يكون مكتوب كوميدي احس ان دمي ثقيل في الكوميديا ما تعرفين ايه يعني انا بالضبط وخصوصا ان انا ماني بروفيشنال ولا اصلا شغلتي من الاول ان انا كوميديانه انا دراما وتراجيديا 100% مسرح عزيز وغالي والله بس ما في فرص كلش اهل المسرح ماخذين المسرح زين بس ممكن نشوفك بعمل مسرح طلعت السنه اللي فاتت واللي قبلها السنه هذه ما ياني شيء ما جتني فرصه اخاف يالك وانت رفضتي اخاف يالك عرض وانت رفضتي لا والله ما ياني شيء حشا ياني فيلم ياك فيلم ايه؟ طويل اعتقد او قصير اي فصوروا الفيلم وخلصوا ودقوا علي قلت يعني سوري يعني كبارس جايبني اخر الفيلم فاعتذر انزين نتكلم بسرعه عن النيو لوك دائما الفنانه مطلوب منها وخصوصا فانزاتها الناس يلحقونها وكذي تكون هي إيه تحب شكلها تحب اطلالتها بس الفانزات دائما يقولوا لها مثلا غير ستايلك صبغي شعرك نبيك ضعفانه متنانه غير صوتك غير ابتسامتك نبيك بلوك ثاني هل الاشياء تاثر فيك انت امانه شهد انا واحده من الناس ما امشي على راي احد مريحة نفسي شعري أنا اللي بيحترق بشرتي أنا اللي بتتعب نفسيتي أنا اللي بتتعب بس أكيد قاعد تسمعين هالموضوع قاعد أسمع بس شنو أنا اللي ريحني قاعد أسوي لأن شريحة كبيرة من الناس كل واحد لذوقه أنت عندك في البيت أهلك كل واحد لذوق تمشين على رأيهم كلهم لا أكيد تتعبين ترضين منه وتخلين منه فأنا شنو اللي أرتاح له أنا قاعد أسوي تقبلتوني على عيني وراسي ما تقبلتوني رأيكم واعتز فيه بس ما اقدر اسوي شيء اكثر من طاقتي فيعني يعذروني ان للحين ماسكه شكلي ان انا قديمه عاجبني ان انا قديمه انا حابه ان انا قديمه لان للحين شكلي مميز بين البنات لان انا ما صرت كوبي حق فلانه وفلانه وفلانه وفلانه
انا حابه شكلي، اغير باشياء بسيطه، تفاصيل بسيطه، بس مو وايد لانه ما ارتاح. ما احب اسوي شيء مو مرتاح. مو كل موضه ممكن تلوق لك. صحيح. يعني سوري انا اسفه، يعني بعض البنات هبت موضه، سوري يعني عرفت الشروال اللي يلبسونه؟ ايه مال خباز؟ ايه بنات وايد يلبسوه. ايه مو كل شيء تلبسينه علشان انه موضه، حلو عليك مو حلو، متينه ضعيفه، جسمك طويله قصيره، على حسب يعني على حسب. يعني في ناس وايد جريئه عادي عندها ما يهمها، مو حلو بس عادي، المهم ان انا اغير. لا مو المهم ان انا اغير، مو حلو. زين بس انت شعرك على طول قامج، ما شفناك بالاشقرات وهالسوالف. لا قبل قبل كنت وايد في الاشقر، بس بدايتي 2002 بعد ما صورت كم مسلسل مسكتني استاذه فجر السعيد، وجه لها تحيه، قالت لي شوفي يا بنت الناس وجهك حلو، وجهك حلو على الكاميرا، شعرك صبغي قامج. كان شعري اشقر، قالت لي صبغي شعرك قامج، لما تشتغلين وايد والناس تقبلك وتعرف ان انت ممثله زينه وتعود عليك راح تتعود على اي لوك بعدين تسوينه، بس خليك على القامج لان وجهك فيه احلى على الناس يتقبلونك بسرعه. ما شاء الله. من هذاك يوم وهذا يوم وانا ماسكه لون القامج، ساعات اعر بس بعدين لا اتم على الاسود اكثر شيء لان احس انه يزقرني. يزقرك. والعمر عمر الروح، وجمالك ما شاء الله مثل ما يقولون ما تغطي شمس. واحنا سعيدين بتواجدك عبر شاشه تلفزيون الكويت ومنورتنا، ولازم تضقين الحلو والحلو حق الحلو. ممكن ان انا اخذه معي ما عندي مشكله. لا تاخذينه صعبه شوي بس انك تذوقينه اوكي. ما راح تلحقين اصلا. ممكن بعد اللقاء ان شاء الله. تستاهلين كل خير. نشكرك مره ثانيه الفنانه الجميله شهد ياسين على تواجدك معنا في هذه الغبقه الكويتيه الحلوه على شاشه تلفزيون دوله الكويت، وان شاء الله نشوفك من نجاح لنجاح. يمكن حصص رقنا الوقت ويا شهد ياسين وصلنا. اي والله امانه الوقت مر بسرعه، وهي دائما تجي سوالف معها ترى ما تمل. نتمنى لك كل التوفيق وتقبل الله طاعتك وسحور ان شاء الله بالعافيه عليك وعلى الاهل، ونتمنى دائما التواصل معك بكل جديد. مشاهدينا وصلنا معكم لنهايه حلقتنا اليوم في غبقه رمضانيه، نلقاكم باكر في نفس الوقت على شاشه تلفزيون الكويت من 11 ل 12 ان شاء الله باحلى تواصل.